السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وياكم الماستر هيثم الزرعوني. حلقتنا اليوم خاصة بتمارين لابد أن تضاف في نهاية جدولك التدريب الاعتيادي، خليكم ويانا. التمرين الأول يؤدى باستخدام العصا من وضعية الجلوس. يركز هذا التمرين على المنطقة الوسطى في الجسم، عضلات البطن بشكل أساسي بالإضافة إلى عضلات الرجل العلوية. يؤدى التمرين في هالطريقة. رفع اليدين، عملية الرفع هاي كذلك في حال الوضع المستمر تشد عندك عضلات الأكتاف. يؤدى التمرين بهالطريقة. لمس الرجل عن طريق العصا، من ثم هنتين مع بعض. 1 2 3 1 2 3. المستوى المبتدئ 10 تكرارات بواقع 4 جلسات، المستوى المتقدم 20 تكرار بواقع 4 جلسات كذلك. التمرين الثاني من التمارين المصنفة من تمارين الإطالات، بالإضافة إلى أنه يشغل المنطقة الوسطى عندك والخواصر بشكل أساسي. يؤدى التمرين موضع الاستلقاء، مد اليدين بهالطريقة، رفع الرجل والنزول للجوانب. التكرارات تكون من بين 10 إلى 15 تكرار، المستوى المبتدئ، المستوى المتقدم بين 20 إلى 25 بواقع 4 جلسات. التمرين الثالث من التمارين اللي تركز على منطقة الخواصر كذلك، يؤدى باستخدام الأوزان والدمبل تحديداً. دمبل واحد يمسك بيدين، تم رفعه بهذه الطريقة، نزول لهالجانب ورفعه الجانب الآخر للأعلى والنزول بهذه الطريقة. هذا التمرين في حال أديته من دون عملية النزول تأدي بهذه الطريقة، يركز على الأكتاف فقط، لكن عملية النزول تركز على الخواصر بشكل أساسي. تكرارات لكل جانب بالإمكان تكون 10 إلى 15 تكرار في حال كان المستوى مبتدئ، واقع 4 جلسات. التمرين الرابع من التمارين المصنفة للمستوى المتقدم ونستخدم فيها الجدار، من التمارين اللي تركز على منطقة البطن وقوة التحمل في الجزء العلوي بالأخص الأكتاف. التكرارات تكون المستوى في حال كنت مبتدئ وحاب تتمرن هذا التمرين تكون تكرارات 10 في كل جلسة بواقع 3 جلسات، وفي حال كان مستواك متقدم بإمكانك تأديها 25 في كل جلسة. يؤدى التمرين بهالطريقة. ثبات، رفع الرجلين من ثم سحبهم للداخل. في الختام، عدم شعورك بآلام العضلات بعد انتهاء التمرين لا تعني أن التمرين غير مفيد، ولكن الأهم رفع نسبة شد التمرين بصورة مستمرة للوصول إلى مرحلة الإجهاد العضلي. نشوفكم الحلقات القادمة. تحياتي.